ثلاث اهداف حلوه وصفتها بان هي كانت الحاجه الحلوه اللي في الماتش النهارده، ايه احلى جول منهم مع اسباب اختيارك للجول ده؟ حسين الشحات سجل جولين، واحد شوط اول واحد شوط تاني، وعبد القادر سجل الهدف الثالث. الجول الاولاني طبعا، يعني الجول الاولاني كان جمله اتلعبت وبعدين معلول، حسين، امام، حسين، جول. اللمه بتاعت حسين، هو شايف السرد باك جاي، ايوه، فهو خدم برجليه، فطبعا دي فيها توفيق، لكن تتحسب له ان هو طبعا برضه في اتنين تلاته رايحين عليه، ركنها في الزاويه البعيده، لكن الجمله ملعوبه بشكل في تفاهم، يعني الكره بتلعبت من علي، راح لعبها حسين على طول من لمسه واحده، وبعدين جري في المساحه ايوه، اتلعبت له من امام، وهو جاي شايف الراجل جاي مندفع، عملها بوش القدم الخارجي من بين رجليه، اتنين تلاته رايحين عليه بسرعه، راح ركنها في البعيده، مظبوط، جول حلو. جول حلو. حسين الشحات احتفلت به صفحه الاهلي الرسميه لانه وصل للهدف رقم 17 مع النادي الاهلي على المستوى القاري، ليصبح الهداف لهذا الجيل المتواجد حاليا بقميص النادي الاهلي على المستوى القاري. حسين الشحات سجل هدفين النهارده، وكان سجل هدفين النسخه الماضيه ايضا في فوز الاهلي بثلاثيه ايضا، لكن امام الهلال السوداني. كابتن عادل، امام عاشور على جانب اخر، مباراه ثالثه بيلعبها بقميص الاهلي في الناحيه الرسميه، اتحاد العاصمه المصري، واللي صنع قدامه، والنهارده بنشوفه بيظهر لمده تقريبا حاجه سبعين و60 دقيقه، حاجه و70 دقيقه، مظبوط، قبل ما يخرج وينزل مكانه قفشه. شفت ازاي مستوى امام عاشور؟ والله لعب ثلاث ماتشات، يعني الحقيقه انا شايف ان هو الثلاث ماتشات كانوا اقوى من بعض، بعد اربع شهور غياب عن الماتشات ومن طالع من اصابه، مع فريق جديد بالنسبه له، لكن تحس ان هو كانه يعني موجود في النادي بقاله فتره، لانه بسهوله جدا بقى فيه عمليه الانسجام موجوده، عمليه الاختراقات، عمليه التسديد، النهارده كوره في العارضه ما فيش اروع من كده، اداؤه البدني، رؤيته في الملعب، الجهد البدني اللي هو بيبذله، بيلعب الكره السهله، بيتعرض لضغوط احيانا، هو بيتحملها، واحيانا اي نوع من انواع الضغوط؟ لما يكون في حد باستمرار على طول بيسخر منك او بيشتمك او لاخره، الجو ده ما هو الصحي، احنا بنشوف كل لعيب في العالم بينتقل من نادي لنادي بمنتهى السهوله، ما فيش مشكله خالص، لان ده احتراف. فانا لما بنتقل من مكان لمكان، المكان اللي انا رايح له ليه جمهوره وليه عشاقه او لاخره، وفي نفس الوقت وارد جدا ان انا في وقت من الاوقات ارجع تاني للمكان ده تاني، فانا يعني حتة الاحتراف ما تخلينيش ابدا ان انا يعني اقبل التجاوزات. التجاوز اصلا يعني مرفوض، منهي عنه، مظبوط، منهي عنه ان انا اتجاوز في حق انسان، ده دي في منتهى الخطورة عند الناس وعند ربنا قبل الناس. ايوه مظبوط، ان انا اتجاوز في حق بني ادم، البني ادم ده عنده اسرة، عنده بيت، عنده يعني 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 ما فيش حد يتقبل ان حد يعني ينال منه، ومع ذلك اذا اعتبرناها للأسف يعني أمر واقع إنه بقى في تجاوزات بتحصل في مجال الرياضة، في لاعبين بيتم التجاوز في حقهم، إزاي يتعامل اللاعب مع هذه التجاوزات؟ أنا قلت قبل كده مرة في بطل ملاكمة كان اسمه محمد علي، طبعا كلنا فاكرين طبعا، ده كان الناس أول ما يخش الحلبة كل الناس 100,000 يهاجموه بيسخروا منه، علشان يعني المهم قالوا له انت ليه، ايه اللي انت اللي بتعمله علشان يعني، قال لهم انا قبل ما اطلع على الحلبه بصلي وبعمل عمليه عزل، عمليه العزل دي بتخليني وانا داخل الحلبه مش سامع، ما انا سامع حاجه، انا شايف الهدف بتاعي بس. كان بيعمل ازاي عمليه العزل دي؟ قولها لنا، لان اعتقد هتحل لنا مشاكل كتير لو عرفنا عمليه علاقه بينه وبين ربنا. انا بيصلي مثلا ركعتين ولا حاجه، والسكينة بتنزل على قلبه، ان انا الزيطة ديت انا مش سامعها، ما انا سامعها، وده طبعا في علم النفس موجود، وفي علم الدين بتاعنا في الحتة ديت، فانا بيبقى داخل على الـ على الـ وفي لعيبة كورة بتلاقيها في الملعب وناس كتيرة بتشتمها ولا اخره، او فرق
بتلاقي الناس بتزيط عليها ومع ذلك بتأدي أداء عالي جدا. ده نتيجة العمليات العزل دي بتتعمل مفهوم. سواء إذا كان جانب ديني أو جانب أدبي. برضو الجانب الأدبي بتلاقي برضو فرق ومنتخبات بتتعرض لهجمات وأحيانا لسبابة ولآخره، ومع ذلك بتبقى مركزة في شغلها. إيه الجانب الأدبي ده كابتن عادل؟ الجانب الأدبي إن الرياضة ما هياش مادة. الاحتراف مش مادة. يعني ما نلاقي مثلا مين اللي جاله مبلغ كبير، محمد صلاح جاله ايه 200 وشويه استرليني مليون استرليني. في طب هل هنا اختار الماده ولا الجانب الادبي؟ الجانب الادبي. اختار الجانب الادبي اللي هو مع رفض طبعا نادي صاحب عقد اللاعب ان هو يفرط كان ممكن فيه. يعني يصر كان ممكن مظبوط صح، لو اصر كان هيروح مظبوط. ومع الامتيازات بقى لحد اخر يوم المبالغ عماله يعني من 150 ل 180 ل 200 وشويه 220 220 وبعدين في امتيازات تانية بقى يعني ده بيتحاسب بالكوره، بيتحاسب بالدقيقه، بالنتيجه، وبعدين طبعا القصر والعربيه والطياره يعني وبعدين هو في سن 31 سنه يعني هيلعب كمان 3 4 سنين فيعني فطبعا الجانب الادبي ده مهم جدا جدا جدا. بالعوده لامام، امام جاي كبديل لحمدي فتحي النهارده، حمدي فتحي سجل اول اهدافه بقميص فريقه الوكرة القطري في الدوري القطري. ايه الاضافه اللي عملها امام عاشور ممكن تقول ان هي مختلفه عن اللي كان بيقدمه حمدي فتحي كابتن عادل؟ وحمدي فتحي ليه ميزات بتختلف عن امام عاشور خالص. حلو، نعمل المقارنه بين الاثنين. حمدي فتحي الجانب الدفاعي عنده اكتر، الاستخلاص الكوره وتسليم وعمليه الرقابه الشديده وقطع الكوره والالتحامات. كولر طور من ادائه هجوميا انه كان بيديله فرصه ان هو احيانا بيخش جوه ال 18 وشفناه قبل كده في ماتش الزمالك عمل جولين او جاب جول اظن او عمل جولين حاجه كده يعني سجل هدف وجايب وعمل عمل هدف للكهرباء اعتقد مظبوط. وعمل الهدف لشريف محمد شريف فكان بيدير واجبات هجوميه لشريف. ده كان حمدي فتحي ولا ديانج؟ لا هي كان من ناحيه الشمال. ايوه حمدي كمل ايوه وراح لعبها بالعرض اللي هي عملها بالشمال صح. في مظبوط فهو حمدي فيه الصفات ديت. الكرة حمدي يمكن ما هياش زي كرة إمام. مفهوم. إمام كرته أحلى مفهوم، وعين بيشوط برجل الاثنين. يمكن فتحي عنده اللي بيجيد ضربات الرأس. إمام لا يجيدها. هو بيجيد اللعب بالرجل الاثنين، والنهارده شفناه حط واحدة بالشمال يعني كانت جنب العارضة ما شاء الله بيشوط برجل الاثنين كمان يا كابتن عادل بنفس الكفاءة. دي نقطة بتبقى إضافة كبيرة قوي لأي مدرب، إنك مش بتحتاج إنك تحطه في مكان معين أو تهيأ له مساحة معينة. حاجة تانية هاني إن هو إمام ممكن يبقى صانع لعب. يعني صانع لعب مع المجهود الوافر مع التسديد، دي كلها ميزات بتضاف لفريق النادي الأهلي. لأن إمام النهاردة مثلا الكرة اللي لعبها لعب أكتر من تمريرة، ده دور صانع لعب وكولر يعني بيعتمد عليه في الحته ديت. طيب محمد الشناوي النهارده ما تعرضش لاختبارات، لكن جت اللقطه اللي هي كانت مقلقه وقت ما كانت النتيجه 1-0 لما حاول المراوغه طولت منه الكوره استغلها المهاجم لكن لعبها فوق العارضه. اللقطه دي عملت يعني اراء مختلفه، بتشوفها ازاي كابتن عادل؟ دايما في فتره بعد فتره الاعداد وانا ما لعبتش ماتشات كفايه هتبقى الاخطاء دي موجوده. لابد في الماتشات اللي زي دي وانا كحارس مرمى يبقى تركيزي عالي قوي، لان انا بدنيا لسه مش واقف على حيلي. مفهوم. وفنيا لسه مش واقف على حيلي. يعني الكنترول بتاعي بيبقى لسه. ايوه. يعني الكنترول بتاعي على الكوره انا مش قاصد طبعا الشناوي مش قاصد ان هو تطول منه. لكن في بدايه الموسم الاخطاء دي بتبقى وارده. ايوه. وبنشوفها طبعا على مستوى العالم كله، كل جول بتغلط الغلطات دي. واخرهم جول برشلونه اعتقد برضو كوره برضو بيصيها غلط. وكان جه منها هدف. جول بتاع مانشستر يونايتد اونانا غلط واعتذر للجمهور لانه عارف انه بدايته مش مقنعه لغايه دلوقتي. فدايما هتلاقي الاخطاء ديت نتيجه
فتره الاعداد مش مكتمله بالنسبه للشناوي. ايوه الجانب الفني لسه ما لعبش الماتشات الكتيره. تمام ما تلاقيهوش ابدا في بعد خمس ست ماتشات. تمام الاخطاء تبدا تبقى موجوده. بشكل عام تشكيله حراس المرمى في الاهلي برحيل علي لطفي لزد وان مصطفى شوبير بقى موجود دلوقتي برفقه يعني العائد حمزه علاء، تشوف ازاي الثلاثي حراسه المرمى؟ هل في امان ولا مقلق؟